داكشي راه اش نقول لكم باين العمى. نتوما غير من الفيديوهات شحال هادي كتشوفوا الفيديوهات كنتو كتبقاو تشكوا في داك لي فيديو اليوتر معبا. شحال من واحد شك، شحال من واحد شك. لا حرا انا ما كنت كنشوف شي حوايج في الدار، وكانت قالت لي شي هضره، ومني قالتها ليا جيت انا كنوجهها كنقول لها واش بصح بنيتي يلاه هادي، وكان منزيرها كتقول لي واش انت حمقى. كان ديك الساعه عندها 15 سنه. قالت لها ماما راني انا ماشي كي البنات. قلت لها كيفاش ماشي كي البنات؟ ملي بقيت كندور فيها كتقول لي واش انت حمقى، ندمت لي قلتها لك، واش انت مسطيه، كل مره كتخرج ليا يعني ماشي عذر، كدور فيا باش انا خاف منها، كتور فيا. واش نقول لك؟ الله يهديها. راه شحال من زباله ولات الجامعه غير تكون هي طيعاني وتعرف بان امها باغيه لها مصلحتها، راه شوف ما يخصها خير معايا، انا ما نستغلها، ما ندي لها رزقها، ما تعطيني ما حتى شي حاجه. انا بغيت لها غير تكون بنت صالحه في المجتمع. لحقاش هي صغيره وتعرضت للاستغلال من جميع النواحي، وبطريقه ماشي غير مباشره، ماشي بطريقه مباشره، بطريقه غير مباشره عطاوها الحريه باش كتقول هذه هي، هادو هما اللي كيبغيوني، فهمتي؟ يعني فرشوا ليها وهي كتستغل من جميع المعلومات. يعني انا كان كيدخلوا لنا غير الشكوك عن حماق، والسيده ما عطيانيش وقت باش نديها للطبيب ولا تقول لها ماما ولا يعني فهمتي، ما عطيانيش الطوع، كتهرب مني، كتدور فيا، كتقول لي ندمت لي قلتها لك، ديما كتقول لي ندمت لي قلتها لك، واش انا واش كتشكي فيا، واش انا اخر شك فيا، فهمتي؟ بحال هكا انا صافي كندخل سوق راسي، كنقول انا واش نمشي نهضر تسمى انا ما مزيانه ولا تسمى حمقى. حيت كل ساعه كتخرج هي كتقول لك وماما انت حمقى، وانا بناتي عمرني ما نويت نوصل معاهم لهذا الشيء هذا. والبنيته الصغيره مسكينه حتى مؤخرا عاد كيخرجوها، حيت ما كانش كتخرج، حيت راه واحد الايام كانت عايشه معايا وما كانتش مسكينه كتخرج تهضر. بحيث راكم كتشوفوا لي فيديوهات شحال هذه كانت بنتي كدير كتعيش معايا ما كانش كدير حتى المكياج في وجهها، حتى الا دارت شي حاجه بسيطه راه انا حتى انا بنت الوقت، ماشي انا راني شي وحده كاع الله يستر، اي انا ماشي شي وحده الله يستر كاع صافي راني في عهد الحجري. مي اي حاجه بوقتها، الا سال بنيتها تبغي دير المكياج يكونوا في شي حطيره شي مناسبه، يعني ماشي غدا المدرسه دايره عكار احمر اولا دايره الشرطه اولا مثلا غير جالسه مع با ندير داك الحاله في راسي. يعني اي حاجه بوقتها، كنحترموا الوالدين، كنحترموا الاساتذه، كنحترموا المدرسه، كنحترموا يعني حتى المجتمع ديالنا. كيكون ملي كتكون شي حاجه ديال المناسبه عاد البنت كدير، وكدير داك الشيء خفيف البنيتات. منين تزوج داك الساعه تمشي عند راجلها كما بغاها تعيش معاه، الله يعاونهم، ما حدها تحت يدي ربيها كي بغيت. كانت بنتي بحال هكاك عايشه معايا، وملي مشات عند باها لقات داك الشيء اللي شنقول لكم ما كنديروش انا، لقاته عندهم الحريه، الحريه المطلقه ديال الشطيح، الغنى، اللباس، تلبس اللي بغات، دير اللي بغات، يعني شري لها التليفون باش هي تجلس معاه، شري لها التليفون بليون ونص باش تجلس معاه، يعني غراها، دار لها قناه باش تضرب فيا، يعني غراها، وقال لها ديري وديري. يعني بناتي تعرضوا للاستغلال من جميع النواحي باش يضربوا فيا، يعني فتحوا لهم واحد المجال ديال يعني يعيشوا كي بغاو، يلبسوا كي اللي بغاو، يتزوقوا كي بغاو. كنصيفط لها صباح الخير، كنصيفط لها توحشتك، كنبغيك ابنتي، علاش هضرتي فيا ابنتي، والله الا لا كنقولها لها هكا، ودائما كنعيط لها وكنغوت عليها، تنقول لها حشومه عليك ابنتي، قرايتك هي الاولى. ابنتي استغلي الظروف اننا كنخدموا وانني كنبغيك تقراي وكنوصيك وبحد عندك الميمه ديالك، ولو دابا راه هي مع باها انا كنفكر لها تقرا، حيت قرايتها هي مستقبلها. داكشي علاش انا دابا دايره هذه الحرقه نايضه على ولادي، دايره هذه الدعوه ديال التشهير انهم كي العقوق الوالدين، باش بنتي حتى الا مشات لهذه المؤسسه الخيريه تكمل قرايتها على ما شاء الله يبان الحق، على مصلحتها، حيت مصلحتها كتخصني انا، كتخصها حتى هي، من عاد كبيره تعرف بانني انا كندافع عليها.